الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله الشواطئ لا تتواصل في صباحي هذا اليوم، ونتابع اللي قادت المسيرة وانطلقت إلى المركز الأول مسلم بسلطان أو سلطان بن محسن السلمي الشاهينية. افتتحت إذاعة الشوط وانطلقت إلى مقدمة هذا الشوط منذ البداية. المركز الثاني بنفس الشعار مسلم بسلطان بن محسن العامري تنطلق إلى المركز الثاني، وعم بشوف المركز الثالث. المركز الثالث لسالم بن محمد بن نشيرة حاضر في هذا الشوط الشاهينية. الثالثة للشيخ نهيان بن محمد بن ركاض العامري، والشيخ سلطان بن محمد بن ركاض أما في المركز الخامس مع السلمي سلطان بن محسن السلمي. هكذا النداء، هكذا المسار، ونعود وياكم يلا المقدمة، نعود وياكم يلا الشاهينية اللي بدت تنفرد بالمركز الأول. ما شاء الله انفراد مميز، بدت بالسرعة وتغادر بهذا الشوط كتهدي لسلطان بن محسن السلمي. نهنيه على فوز الشاهينية بالمركز الأول وبانفراد تام عن كل الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. مشكور يا أبو سلطان، مشكور على هذا الأداء اللي تقدمه الشاهينية سلطان بن محسن السلمي. تهانينا له الناموس على هذا الفوز، تهانينا لمسلم بسلطان كذلك على هذا الفوز والانتصار بهذا الشوط. تهانينا لسلطان بن محسن السلمي على فوز الشاهينية المركز الأول. المركز الثاني مشاهدي الكرام للشيخ نهيان بن محمد بن ركاض، والثالث لسلطان بن محسن السلمي. دقيقتين 23 ثانية التوقيت.